تشتغل نهار كامل. احنا نحمل ونفرق. لكن يمكن اللي الفرق اللي محفور بيكون اداء عالي. هذا كان يوم مرت. ايه وهذا اليوم بلطناه. يعني اليوم ثلاث شوارع بلطة؟ ايه اليوم هذا الثالث. بس يعني الاسفلت ما كان ما لانه معمل بتعرفين ما يشتغل النهار كله، فاحنا نحمل كمية اللي نقدر احنا نبلط فيها يعني حتى لا يبرد الاسفلت، تعرفين الاسفلت بس يبرد لازم نطرحه. هاي الفوق كوفي هاي هسه عم خليتي القديم واخر شيء خلينا نسيك على شيء هذا الشيء هاي الحفر اللي يصير اقل من 2 سم يقدر العادل الكبير الستيل عادل الكبير الستيل يسوي يعني قد هذا ليش هسه هذا الثاني خلينا نشوفه هذا الثاني هسه راح ندش عليه لا هاي ما فرع لا لا بس يلا شوف فاجأت بالرفض اجاني يعني ما العلم عندي في 20/3/2017 خدمات سؤال من بعض حقا من ضمن المشاريع المهمة اللي تم إعادة العمل لها في محافظة نينوى هو مشروع مجاري الحمدانية ومشروع مجاري برطلة. حقا هو هذا من ضمن عدد كبير من المشاريع اللي تم إعادة العمل فيها في مجال المجاري والماء في جميع المحافظات. هذا المشروع توقف بسبب دخول داعش وتعرض إلى أضرار في هذا المشروع. تم حل جميع المشاكل مع الشركة المتعاقدة والحصول على التمويل من خلال وزارة المالية وتم تمويله بمقدار 5 مليار. إن شاء الله هذا المبلغ يكفي إلى إنهاء المشروع وإن شاء الله في نهاية السنة يكون هذا المشروع كامل. المشروع قيمته 33.5 مليار. نسبة الإنجاز حاليا هي 80.5%، وإن شاء الله نأمل كما ذكرت أنه ينتهي نهاية السنة. والعمل الجاري في المشروع بمد الأنابيب وأيضا في محطة المعالجة كان هناك مشاكل يكون بها أضرار.